سيداته والسادة مساء الخير. نفذت نقابة المعلمين اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على التعديلات التي أدخلت مؤخرا على المناهج التعليمية. وكانت النقابة دعت هيئتها المركزية للمشاركة في الاعتصام للمطالبة بالعودة عن جميع التحريفات والتشويهات التي أصابت المناهج الوطنية ومحاسبة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنبات والفريق الذي عبث في المناهج كما جاء في البيان. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا في وقت سابق أكدت فيه أن الكثير ممن تناولوا موضوع المناهج والكتب المدرسية وقعوا في خطأ كبير حين قاموا بمقارنة الكتب المدرسية في طبعتها الجديدة لعام 2016 مع الكتب التي طبعت عام 2015 وتم إلغاؤها، إذ ظهر أن الأغلبية منهم لم يقرأوا تلك الكتب ولم يطلعوا على ما فيها من مادة علمية واكتفوا بالشائعات والأحكام المسبقة والأقاويل التي أطلقها بعضهم والتي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير أهداف أصحاب هذه الأقاويل. اعتصام نقابة المعلمين وردود الأفعال على ما حصل وجزها بالتقرير الآتي. تعديلات جديدة على المناهج الدراسية لمختلف المراحل العمرية كانت سببا في استفزاز المعلمين والطلبة وذويهم الذين قرروا بتنظيم من نقابة المعلمين أن يتخذوا عددا من الإجراءات لإلغاء هذه التعديلات، فحرقوا المقررات الدراسية التي قامت وزارة التربية والتعليم بتعديلها مؤخرا. يتعلموا منهم الدين لأن ما في دين في المناهج يتعلموا. احنا شعب عربي وشعب مسلم، شعب متدين، شعب بده يتعلم الدين، بده يعلم ابنائه الدين. المحتجون أمام وزارة التربية والتعليم طالبوا برحيل وزيرها وإلغاء التعديلات التي أجراها والتي وصفوها بأنها تشويه للهوية الوطنية الإسلامية، معتبرينها حربا ممنهجة ضد الإسلام وتهديدا خطرا لمستقبل الأجيال القادمة. يقف كثير من المعلمين والمعلمات وبأعداد هائلة جدا يعبرون عن وقفة صادقة ضد إجراء مستغرب جدا في موضوع المناهج. أنا أستغرب حقيقة كيف يجرؤ وزير التربية والتعليم على أن يمس قضايا حساسة جدا تتعلق بالقرآن الكريم. نقابة المعلمين لوحت بإمكانية اللجوء إلى إضراب في كافة مدارس المملكة في حال عدم تراجع الوزارة عن التعديلات التي اعتبروها تمس الهوية الدينية والوطنية بشكل مباشر. فعالية هذا اليوم هي باكورة الفعاليات لنقابة المعلمين الحقيقة لإبداء موقف واضح واحتجاج واضح على التعديلات التي شوهت مناهجنا والتي تحاول طمس الهوية الوطنية والقومية والإسلامية من المناهج. وسيكون هناك فعاليات أخرى تصاعدية نأمل أن نصل في نهايتها، أن لا نصل في نهايتها إلى الإضراب، ولكن في النهاية نحن أمام خيارات والخيارات مفتوحة. في محافظة إربد نظم عدد من الطلاب وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية إربد احتجاجا على ذات التعديلات، مطالبين الوزارة بالعودة عنها والتي اعتبروها مساسا بالدين الإسلامي والعادات والتقاليد. اليوم وقفنا وقفة احتجاجية قبال مدرسة قبال وزارة التربية والتعليم وكان هدفها إلغاء تعديل المناهج. الوزارة بدورها أوضحت في بيان صدر عنها مؤخرا أن ما حصل للمناهج هو تجديد وليس تعديلا، وأن هذا التجديد ركز على قيم الأمة وحضارتها بعيدا عن الحشو الزائد والتلقين. أمين سليم، رؤيا. يا
نناقش في حلقة اليوم التعديلات على المناهج، أين أصابت وأين أخطأت، وما هي ردود الفعل، مع ضيفينا الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الدكتور أحمد الحجايا والخبير التربوي الدكتور دوقان عبيدات. يبدأ الحوار بعد فاصل. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في مستهل حلقة لهذا المساء، وأرحب بالدكتور دوقان عبيدات. أهلا وسهلا بك دكتور، وأيضا أرحب بالدكتور أحمد الحجايا الناطق باسم نقابة المعلمين. مساء الخير دكتور. مساء النور يا الله. أولا بودي أن أسأل، إحنا حسب بيان وزارة التربية والتعليم، أتمنى أن يسود العقل وخطاب العقل في هذه الحلقة بين ضيفين عزيزين حتى نصل لكلمة سواء. الوزارة تقول أنها لم تغير في المناهج، إنما طبعت كتب جديدة تختلف عن كتب 2015. فأتمنى من الدكتور الحجايا، ما الذي كان في عام 2015؟ ما الذي حصل في 2016؟ وما هي أوجه الافتراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. أولا نحن في نقابة المعلمين نما إلينا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في العطلة الصيفية أن هناك تغييرا على المناهج، لكننا كنقابة ومسؤولة لم نقف عند هذه السوشيال ميديا والكلام، لأنه غير موثوق غير مصدر، وانتظرنا حتى تصدر هذه الكتب. ثم بعد ذلك فورا 24/8 تقريبا مع بدء الدوام وتسلم الكتب في الميدان بين يدي الطلاب، تم تشكيل لجنة مختصة، وتعلم أن نقابة المعلمين تمثل 160 ألف معلم وخبرات موجودة، ونعلم المؤلفين ونعرفهم شخصيا واحدا واحدا، وهم أعضاء أيضا في نقابة المعلمين وأعضاء في الفروع وأعضاء من الهيئة العامة وغير ذلك. فشكلنا وعملنا زي مقارنة ما بين المنهاج المعدل والمنهاج اللي حكت عنه وزارة التربية والتعليم 2015. صراحة فوجئنا بل صدمنا بتلك التعديلات أو ما يسمى بالتعديلات على هذه المناهج. أنا أحد المؤلفين لهذه المناهج عام 2004، مناهج التربية الإسلامية وواضع الأطر العامة، وأدرك وأعلم كيفية التأليف وكيفية التعديل وكيفية التطوير. ونحن في نقابة المعلمين نؤمن بالتطوير، والتطوير لابد منه، لأنه لا يمكن أن تنمو الحياة إلا مع مواكبتها. بقاء الحال من المحال. بقاء الحال من المحال. وهذا التعليم مثل الطب، يحتاج دائما أبدا أن ما بتقرأ جديد بتروح وتصبح أنت قديم. لكن أنا وأصبح عملية التعديل والتطوير في المناهج يعني مألوفة لدينا، ودائما هي ترقى إلى الأحسن ترقى إلى الأحسن، حتى أن فوجئنا بما يسمى بهذا التعديل، وإلا هي تتبع للآيات الكريمة، للأحاديث النبوية الشريفة، للرموز والإشارات الدينية، وللأسماء التي هي تتعلق بالموروث الإسلامي، بالموروث العربي، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بما يتعلق بدور الأردن وعلاقة دور الأردن في فلسطين، بتسمية للمجادر الصهيونية بالممارسات الإسرائيلية، وغير ذلك من الأمور المخالفة لثوابتنا وعقيدتنا. هذا كان جدل جزء منه ثار دكتور أظن في التسعينيات لما أيام وزير طوقان، موضوع المناهج والسلام لما صارت بعد وادي عربة، موضوع أنه نحذف آيات الجهاد وما إلى ذلك، أظن هذا متصل وصار في ذاك جدل. نعم. جدل شبيه صار مثل هذا الجدل، وكان هناك ضغط على أحد الوزراء وهو إسحاق الفرحان بعد عملية وادي عربة تحت مقتضيات التطبيع أن يكون هناك تغيير في المناهج، وكان هو بمنتهى الحصافة والذكاء أن قال لهم انظروا إلى المناهج الطرف الآخر اللي احنا عقدنا معه معاهدة السلام، معاهدة وادي عربة، هل هو غير منهجه؟ هل هي منهجه تحث على السلم وتحث على السلام وتحث على فرحان كان كرئيس فريق او مش كرئيس فريق يمكن او ما يعني كان عضو مجلس تربية، عضو مجلس تربية او عضو. الدكتور كان موجود، انت كنت في الوزارة انا وعضو مجلس تربية عضو نعم. فاستطعنا قال خلوا يغير العدو، يغير العدو واحنا بنغير المزاج. اي نعم، يحكوا عنا انه الاردن كانوا في مناهجهم الاسرائيلية يقولوا ان الذي النهر الذي يفصل بين ضفتي إسرائيل هو نهر الأردن، فالأردن بنظر الإسرائيليين ونظر طلابهم ونظر
معلميهم، الأردن بلد محتل لإسرائيل، فرده قال غيروا مناهجهم ونظرته، وإحنا بنغير يا سيدي، وراحت على ما راحت عليه، حتى فوجئنا بهذا الأمر. نوجه التحية لمعالي إسحاق الفرحان، هذه نعم. القامة الوطنية المحترمة والبصمة وطول العمر وطول العمر المديد يعني فالصراحة استكمل يعني إحنا شكلنا الفريق، الفريق عمل أول جزء من 34 صفحة على هذه المناهج، كلها تغيير فقط للقيم الدينية والقيم الإسلامية والقيم العربية، وتتبع لنشاط لآية لحديث لكلمة، كلها تتعلق بهذه الموروثات وطابق. هل تم شطب آيات ولا نقل آيات؟ لا شطب، حذف آيات، وأحيانا تحويلها من محفوظة إلى مقروءة، وأحيانا شطبها كاملا، وخاصة منهاج اللغة العربية، يعني منهاج التربية الإسلامية يمكن لم تتعدى فيه التحويلات والتغييرات والتشويهات أكثر من 12 موقع في المحتوى، والآن الدراسة الثانية جارية. التربية الوطنية أيضا والاجتماعية حصل فيها هناك ملاحظات، لكن الهجوم الصارخ كان على منهاج اللغة العربية، والكل يعلم أن منهاج اللغة العربية هو في مستنده كنصوص بلاغية وفصيحة، يعتبر القرآن من الموروثات مرجع أساس صحيح. حتى في حجة اللغة أول ما يحتج بالقرآن الكريم، ثم يحتج بجوامع الكلم من الحديث لأنها على مستوى البلاغة صحيح. ثم يحتج بالشعر الجاهلي والنصوص الجاهلية التي هي تعتبر حجة صحيح. حتى الشعر المتأخر، شعر الأمويين وشعر كانوا يبحثوا في شريط اللغة يعني بالضبط. ولذلك عندما كانوا يستشهد بنص قرآني في كتب اللغة العربية، هو يستشهد فيه كنص بلاغي، كصورة فنية جميلة تعرض للطالب يقرأها، الطالب العربي والطالب غير العربي والمسلم وغير المسلم، وكل إنسان تتجلى فيها الصورة الفنية البديعية في هذا النص القرآني، ومن هذا الزاوية يتم تناوله، ليس كما يدعى ويقال أنها نصوص دينية تكرس النواحي الدينية، وإن كانت هي جزء من ثقافتنا وموروثنا، وأنه هذا الشعب الأردني أغلبه أو أكثر 97% شعب مسلم، وبالتالي شيء طبيعي أن يكون مناهجه منبثقة عن ثقافته عن موروثه عن الطبيعة التي هو كان يعيش فيها في حياته اليومية. اسم محمد مثلا، اسم محمد، اسم حتى غير المسلمين بيسموه اسم محمد لعظمة هذا الاسم صحيح. ولتأثيره على البشرية ولدوره، والمسلمين بيسموه مسجد عيسى، والمسلم بيسموه عيسى بيتقربوا فيه ما صحيح. عندنا في هذا المسجد، فينتقي اسم محمد ويسمى منير، ومكة تتحول إلى لبنان، وفاطمة إلى سامية رجولي، وأكثر من 22 دكتور، أكثر من 22 موضع آية وحديث تم تتبعهم ونزعهم من هذه المسجد. طيب دكتور أحمد، أتمنى أني أعطيتك فرصة التعبير عن تقول، وإحنا سنعرض بعض الصور اللي تفضلت فيها وين صار التغيير. إذن دكتور بدات دكتور ذوقان، يعني إحنا متفقين، إحنا والنقابة والدكتور كنا تربويين درسنا أن التطوير واجب، ومن لا يتطور ينقرض، وأن التغيير هو سنة الأشياء، وأنه إذا ما بتقرأ لبكرة أو المستقبل بتظلك في خبر مبارح. طب شو الخلاف؟ أنت كرجل لابسيتك موضوع التغييرات وجايتك تهديدات، وأظن لا تقر أيضا النقابة ولا أي واحد فينا حدا يتهدد، لا أبدا، لا نقر إحنا بإلغاء شخص الآخر، ولا نهدد ولا نقبل بتهديد الآخر، إحنا نقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ونؤمن بالتشاركية. يعني الوزارة التربية والتعليم إذا سمح لي، أنه إحنا قد ما اتبعنا الإعلام والكلام قبل ما نعلن ونصرح، عملنا هذه التعديلات ورحنا عليهم وقدمناها لهم بكتاب رسمي مغطى قانونيا برقم وتاريخ، وقدمنا لهم قلنا يا اخوان قبل ما الشارع يثور عليكم وقبل ما الناس الاخرين يعرفوا، يجب انكم تنتبهوا لهذا الشيء الخطأ الذي وقع. ارجع على ردود الفعل والاستجابه عند وزاره التربيه والتعليم، اللي ايضا وزاره التربيه والتعليم احنا نقدرها ونحترمها ونبارك الدكتور ذنيبات في بقائه في الحكومه، لكن نتمنى ان يكون التفاعل اكثر، نتمنى ايضا ان نحترم غياب الوزاره غير موجوده كطرف على هذه طاولة، فنحترمها ونقدرها لأنها غائبة فقط. تفضل دكتور. شكرا، مساء الخير لجميع المواطنين. تفضل. أولا أعلن براءتي من أي تعديل جرى على الكتب المدرسية، ولم يكن لي يد في أي تعديل، إنما أنا مواطن عادي لاحظت التعديلات من خلال الكتب بعد ما طلعت. هذه نحسمها مثل النقابة، نحسمها مثل النقابة، وهم لا، هم أعضاء مجلس التربية مفروض يعرفوا فيها قبلي صحيح. قبل ما تطلع صحيح.
هلا في بس انت كتبت ارائك في تغيير المناهج في التغيير في جرايد وكذا، وايضا هذا راي نحترمه كما ارائي موجوده، بس في فرق بين انه راي بين صاحب وبين قرار. طبعا فانا لس لا علاقه لي بالقرار، واصحاب القرار ليسوا على علاقه وديه معي، وهم بيعرفوا اكيد هذا كلام مهم ورائع. بدهم يحولوني لمحكمه طبعا، بدهم ردوا علي سموني هاوي وقالوا ثقافته تعادل توجيهي، واكثر من هيك ردوا علي رد قاسي يعني بصفحة كاملة بالجريدة. فإذا أنا يعني لست مدافعا عن حد، ولست شريكا مع أحد في بناء الكتب المدرسية، ولا ممثلا لأحد أبدا، ليكن هذا واضح. ثانيا ندخل بالموضوع الجد، في عندنا مشكلة في التعليم، المجتمع كله بيعترف أنه في عندنا مشكلة في التعليم. المشكلة بالتعليم بقولوا شبابنا بيقروش، بيصلوا للتوجيه وما بيعرفوش يكتبوا، بالصف الرابع في 120 ألف بيعرفوش يقروا يكتبوا. هذه يعني حقيقة ليست جدلية. اثنين في تراجع في امتحانات الرياضيات الدولية وفي كذا، بس اسف قاطعك، بس في مشاكل أهم، المعلم وضعه مزري، رواتب تعبانة، المدارس تعبانة، حمامات ما فيها مية، مدمر المدارس، وكل اللي بيحكوا لنا اياه بالوزارة ما بدي أقول إشي، بس بقول غير حقيقي. طلابنا لا يتقنون لغة الحوار، صحيح. ما في تسامح، خطاب الكراهية منتشر بيناتهم، استخدام العنف المدرسي مشهور جدا بوزارة التربية، وزارة التربية شددت العقوبات على اللي بيستخدموا العنف داخل المدارس. إذن إذن في مشكلة اسمها العنف وخطاب الكراهية سائد بين الأولاد. ثلاثة، مجتمعنا اللي بيلاحظ التغيرات الأخيرة بمجتمعنا، يعني التسامح اللي بدعو إله الإسلام السمح لم يعد موجودا، لم يعد موجود بين الجار والجار، بين الجار والجار، بين المسلم والمسلم، بين بالجامع بضربوا بعض. خطاب الكراهية صار سائد ومنتشر، وخطاب التخوين، وخطاب يعني في خطاب هاجمني قبل 50 سنة من زعيم لحزب، مع الأسف زعيم حزب بهاجمني لأنه كان قبل 50 سنة ألبس شارلستون. أنت؟ وألبس بسطار جيشي، وأنا مدرسه هذا يعني احترام لأستاذه، أنه بقول هذا المنحل اللي كان لابس بسطار جيشي وبنطلون شارلستون، كيف ترد عليه؟ يعني كيف تسمعه؟ طب أنا بدي أستفيد من وجودك معي، نطلع وطنيا للموضوع يا سيدي، على مستوى وطني زي النقابة وزيك، ناس ممثلين يحكوا بإشي وطني، بدي إحنا بدنا نحل، نجلي الخلاف الموجود يا سيدي، ونبطح الحقائق، لأنه إحنا ما بهون هنا بلدنا يصير فيها هذا الأمر. صحيح أبداً يا سيدي، الخلاف الموجود أنا بستغرب كل كلمة قالها ممثل النقابة الأخ الحجايا. بالنسبة للتطبيع، موقف الأردن ووزارة التربية وكل أردني، لا يمكن لأي أردني أنه يقبل إن شاء الله ينشطب إشي بيختص بالتطبيع. لذلك في عندنا نصوص عن القدس، في عندنا نصوص عن المسجد الأقصى، في صور لقبة الصخرة المشرفة، وبعدين العدو أينما وجد قدامه كلمة المحتل. يعني إذن قانون التربية بقول فلسطين جزء من الأمة العربية، لذلك المناهج ما بتصير إنها تكون معاكسة، بكون خلل كبير إنه الكتاب معاكس للمنهج أو المنهج معاكس لفلسفة التربية. ولذلك موقع العروبة بالمناهج، لأول مرة بالكتب الجديدة ب 2016 ذكر اسم عربي، بينما غاب اسم عربي عن الكتب السابقة. بالنسبة إلى الآيات، الأخ الدكتور الحجايا قال باللغة العربية. طيب في علوم مستقلة، إحنا منهجنا اسمه منهج المواد المستقلة، في عندنا مادة اسمها علوم، مادة اسمها لغة عربية، مادة اسمها رياضيات، مادة اسمها تربية وطنية. ما بدي أطالب إدخال مادة بمادة، أطالب العلوم تدخل بالدين، وأطالب العلوم تدخل بالعربي، وأطالب العربي يدخل بالإنجليزي. في عندنا فصل بين المواد. لذلك يعني بقول انه اللغة العربية في كتاب الصف الرابع للغة العربية في 18 موقف ديني
آيات قرآنية ومواقف دينية ولم يحذف. هذا المنهاج الجديد. المنهاج الجديد 2016 إذا الكاميرا بتأخذه. بتأخذ. أعطونا يا شباب. منهج 2016. اثنين، كتاب العلوم للصف الثالث ابتدائي مثل كل كتب العلوم كل وحدة تبدأ بآية قرآنية كريمة. ومن حذفت ها كمان ارفعوا على الشاشة دكتور. بدي ارفعه قديش هذا يا عمي؟ اقربوا سيدي هون. ايوه وين الكاميرا؟ 2016. نعم تفتح الوحدة الأولى دكتور. خليك معنا يا مهند. الوحدة الأولى آية قرآن كريمة، لا أنتقد وجودها بس مين اللي قال حذفوا الآيات؟ إذا كتب العلوم مليئة بالآيات مين اللي قال حذفوا الآيات؟ أنا بقول لك حذف يا عمي. أنا بقول لك حذف. أنت بتقول لي بس أنا بعرض لك الكتاب. أنت تعرض شيء وحذف أشياء. هلأ خلينا يعني حتى يكون الأمور خلينا صحيح. أنا لما يبقى نص ويحذف 4-5-6 رصوص كانوا موجودات، إذا نحن نتحدث عن المحذوف ولا نتحدث عن الموجود. طيب أنا بتمنى ترد علي بعد ما أكمل. أرد علي. نعم إن شاء الله. إذا دليل واضح على أنه الآيات موجودة وأنا أؤيد وجودها، مش أنه أستنكر وجودها. شكرا. بس عرضتها. هذا كلام مهم. عرضتها مشان أقول أنه لم تحذف الآيات لا من مقدمة الكتب ولا بالمتن. يعني بالمتن في آيات، وفي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وإحنا بنحكي عن درس القوة والآلات والروافع والمادة وتغيرات المادة. ممكن طالبوا بحذفه كمان شوي. لا بلا بنص أحسن منه. يعني في نص موضوع في الدين بيحكي أحسن. هلأ إحنا بنحكي عن واقع الحق، شو بيطالبوا بعدين موضوع ثاني. هذا لازم إحنا موضوعنا في نصوص في القرآن والدين أفضل من هذا النص فيما يتعلق بالآلة والمادة. إحنا موضوعنا الكتب الحالية. موضوعنا الكتب الحالية. هلأ بالنسبة إلى كتب اللغة العربية والقرآن أساس، أنا بعتقد أنه القرآن أساس للغة وأساس مهم للغة. حلو. مع ضرورة فهم أنه اللغة الفرنسية ما لهاش أساس بالقرآن الكريم واللغة الإنجليزية وكذا، بس لغتنا العربية مرتبطة بالقرآن وهي سابقة للقرآن الكريم في وجودها وميزة للغة. هلأ قالوا حذفوا اسم محمد. هاي يا عمي خذ. هات يا مهند. هات يا محمد. مهند سيدي مهند. مهند مكتوب اسم محمد يكتب محمد. خليها بلا يا دكتور. اعطينا يا اخي. يكتب محمد قصة ثانية. طيب. اللي يصلي المسلم في المسجد بعديها مباشرة يصلي المسيحيون في الكنيسة. مين بينتقد هيك نصوص؟ من مزايا هاي مريم أيضا موجودة اسمها بالكتب. هاي في آيات قرآن موجودة بالكتب اللغة العربية. درس الأحلام، درس الأحلام موجود فيه. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عملا. لفوا دكتور كويس لفوا. أنت لا تلف معه، لف الكتاب بس خلي الكتاب أوجه الكاميرا. هاي في حديث وفي آية قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا أنا يعني بدي بسرعة أخلط من هالشغلة، بس بدي أنفي بشكل مطلق غياب الآيات وغياب اسم سيدنا محمد وغياب اسم فاطمة. هذا ليس موجود. غياب التطبيع ليس موجودا في أي شبهة، حتى في قصة الحي والحسون. الحي والحسون حوار بين عصفور وبين حي. النص العربي اللي هو فيه عن ابن نباتة. ابن نباتة يعني اللي بيحكي في زمن الحروب الصليبية. والله ما أنا حاب يعني مش حاب. هاي كتاب التاسع يا التراث هذا 2016 مقام أظن واضح أنه 2016. نعم نعم بتشوف. ممثل النقابة شايفه 2016؟ لا شايف. هلأ صفحة 11 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال تعالى وهي الآية تكررت 3 مرات قبل هالمرة. بعديها الحمد لله
الذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف وشرع حدها بيد أهل الطاعة على أهل العصيان. حوار القلم والسيف نص نبي نبات ما فيش يعني. الحمد لله الذي جعل الجنة تحت يعني اللي بذروع الجنة شو بده يشيل هذا كلام في زمنه فن. في زمنه هذا ما بيقول لك هو ما يحمل السيف وقت دكتور حجايا احنا بنقول انا ما بنتقد الموقف بقول لك هذا نص ديني موجود سيف حتى كلمة السيف يعني كلمة السيف هي بحكي عن الجنة مش السيف على أي اللي من وجهة نظري كان ممكن نحطه من الرسائل اللي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم لقادة الفتح أو رسالة أبو موسى الأشعري فيها مضامين أحسن من زمن أبو ابن نبات المصري في زمن الحروب الصينية. يا سيدي هذا التطوير اللي إحنا بننادي هذا اللي أنا وياك هذا اللي بنحكي فيه. أما اللي حصل هو اللي حصل ليس اللي بننادي فيه إحنا. يعني التطوير نص أحمد أمين إلى ولدي رسائل تتذكر اللي لغوا تتذكر كنا وإحنا من زمان عدوري أنا وياك درسنا حي بن يقظان كريرة ودمنا تتذكر العبقريات العقاد الرافعي الرافعي هذا كان أدب المحترم بالضبط هذا اللي إحنا بننادي دكتور حجايا مرة ثانية تفضل أنا لا أنتقد وجود هذه الأمور بس هنا ببرزها مشان أقول أنه في موجود موجودة ولم أوكي. تحذف من الكتب وأنت لست صاحب علاقة فيها ولا إلي علاقة لا من قريب وقول ثلاث مرات اسم أنا بستجري شروع وزارة التربية خذوه معكم ما بستجري لا إحنا ولا أنت الحين أنتوا بذنبكوا هاجمتوها أنا ما هاجمتها طيب إحنا ندفاع بدي أقول مبدئين والكل يعرفهم كل مواطن أنا بخاطب المضللين من المواطنين اللي ناس ضحكوا عليهم وأنا ما بعرف مين اللي بضحك على المواطن ليس في الكتب حرفاً واحداً ضد فلسفة التربية وهذا يحسب للكتب اثنين ليس في الكتب حرفاً واحداً ضد المنهج المدرسي ثلاثة ليس في الكتب أي كلمة أو أي موقف أو أي جملة مخالفة للدين الإسلامي إذن هذا كلام ترى اللي تفضل فيه ما في خلاف لكن الذي نزع هو الخلاف, هو الخلاف يا طيب أنت الآن تتحدث عن شيء يا أستاذ حجايا الكتب المدرسية يجب أن تكون عرضة للتغير المستمر وحكى هذا هذا ليس عرضة هذا ليس تغيير يا أخي بنحكي عن التغييرات قاعدين والتغييرات قد تتطلب نقل نص من كتاب إلى كتاب إخفاء نص واستبداله بنص صحيح آخر بس يعني هذه طبيعة التغيير يعني إذا الكتاب اللي بتقوله أنت عظيم بنظل عنده 20 سنة بس دكتور يعني كمان في يعني في كتاب التاريخ تبع الصف السابع تحول هو نفسه للثامن الآن هذا مثلا يعني أنا ما بعرف ليش مثلا طيب اسمح لي أنا بدي أحكي لك في جولة ثانية نرجع لك في جولة ثانية نرجع لك دكتور حجايا يعني أنتم متفقين على أن التغيير واجب وللتحديث والأفضل متفقين كمان نعم. على أنه في نصوص ومناهج قديمة كانت أحسن نعم صحيح يعني إحنا درسنا هذه المناهج قبل 2004 وقبل 2010 بنحكي الثمانينات يعني دكتور بنحكي عن زمان مش عن 2015 يعني طب بس كمان دكتور هاي تجربة يعني هذه التجربة إذا ما في تراكم عليها إذا ما في تراكم هي بتفشل يعني أنا بأخذ أسباب النجاح من تجارب السابقة وبأخذ التصحيح والأخطاء من أخطاء السابقة يعني هكذا البشرية تمشي صحيح. بس أنا عندي 2015 عقدة وعندي 2016 صارت عقدة نعم ليش يا دكتور؟ أولاً بالنسبة للدكتور اللي تفضل فيه دكتور وهو يعني ليس ممثل لا عن وزارة التربية والتعليم ولا عن غيره وكان الأولى أن يكون هناك الجهة المسؤولة عن هذه التغييرات من مناهج إدارة المناهج من أعضاء المناهج اللغة العربية أو من أي مكان يعتبر إحنا أيضا بيشاهدونا دكتور أحمد إذا حدا بده يتصل أهلا وسهلا فيك يتصل إحنا نحن حاولنا الاتصال فيهم وحاولنا التواصل معهم لكن لحياة لمن تنادي هل أنا بدي أسأل سؤال الدكتور ذوقان هل هذه النصوص التي الآن تؤمن بوجودها وتقدر وجودها هل أنت يوما ما ستطالب أيضا بالتخفيف منها شو هي شو النصوص الان النصوص الموجوده الان الموجوده حاليا في بعد التعديلات الان ذكرت ان في هناك نصوص في كتب اللغه العربيه وفي العلوم وغير ذلك من الايات هل سياتي يوم من الايام وتطالب بنزع ايضا هذه النصوص التي بقيت مثلا مين بيقدر يجاوبك على هيك سؤال انا بدي رايي 10 سنين بدك تطالب
أنا بدي رأيك يعني بعد سنة سنتين يمكن. شوف في مجتمع وفي متغيرات وفي مشكلات، دور المناهج يجوز نطلب تعزيزها، احتمال يطلبوا تعزيزها، احتمال يخففوا، احتمال إذن أنا يعني في الآن بدي أرجع للآيات اللي أنت تحدثت عنها. أنتم تحدثتم عن ما هو موجود الآن، لكن نحن قارنا ما بين منهاج 2015 و 2016. هل كان في مشكلة 2015 كيف أنتج؟ سؤال، أنت كنتم موجودين، أنا ممثل النقابة موجود 2015 عضو مجلس سربي، استعرضون السوشي أنا أسأل سؤال، 2015 مش كنا موجودين إحنا؟ كنا موجودين إعلام ونقابة وكذا كله طيب موجودين يعني هل بشهر 3 2016. هل كان 2015؟ هاي أحد النماذج، شوف الآية محذوفة هاي الموضوع ترشيد الاستهلاك. طب شو المشكلة ولا تسرفوا ولا كذا؟ شو فيها الآية هذه لما تحذف؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نص مقدس يدعو إلى عدم الإسراف. حتى كل المبادئ الإنسانية تدعو إلى عدم الإسراف، ليس فقط الإسلام، كل المبادئ، كل أصحاب الأخلاق والمبادئ يدعو إلى عدم الإسراف وإلى الاقتصاد وإلى طيب في الماء. هاتونا كمان بدك تقول بدك تقول بأي كتاب يعني، هل هو دين؟ بغض النظر هذا النص موجود. هو يعزز التربية الوطنية، هذا يعزز مبدأ إنساني، هذه النصوص القرآنية، هذا الإملاء، هذه يعدد إملاء. شوف في ليس في هناك أجمل وأعمق وأقوى صورة فنية من أنه الإنسان يتعلم الإملاء بنص قرآني؟ احنا كمسلمين نؤمن بان هذا النص الاملائي لما يترسخ في ذهن الطالب هو تعزز فيه اكثر من قيمه، قيمه اللغه والاملاء وقيمه النص ايضا في ذهن الطالب، مهما بلغ الكتاب والفصحاء والشعراء لا يمكن ان يبلغوا مثل. اعطونا مزيد من الصور شباب، اعطينا كمان امثله عشان رايح الدكتور احنا. وقل اعملوا فسير الله عمله، فسير الله عملكم. اذا يحث نص على يحث العمل، على العمل، ونص مقدس وله قيمه عند عند الناس وعند الطلاب. لما يحذف مثل هذا النص ماذا تسميه يا اخي؟ ما بدي حتى حذفوها. في الاسلام وفي التراث الاسلامي وفي التراث الانساني نصوص عن العمل، عن العمل اجمل مما بقي ومما جدد. نعم. يعني كان بامكانهم يروحوا على قيم العمل، وفي نص إن بتذكر درسناه العمل المقدس مهما قلت قيمته وما حتى نعم. قدره بتذكر واحنا صغار. نعم. اجمل من هذا الباقي، اجمل من اجمل من الكلام اللي ظل. هم ما احبوا، هم فقط ذهبوا الى ايات. انا بدي استعرض بعض الأمثلة اللي عندي إضافة للأمثلة الموجودة. هاتوا كمان أعطونا أمثلة. أعطينا أمثلة هي نفس الأمثلة يبدو أنها نفس. إحنا أخذنا منكم سيدي. أخذتم منها. نعم. أشكرك. ما بنقدر الكل مشان نختصر عليها. أشكرك طبعا. يعني هاي أنت الأمثلة اللي موجودة بين يدي هي نفسها، هذه الأمثلة اللي إحنا اشتغلنا عليها وعملنا عليها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا في هذا المبدأ الإنساني الذي يكرس الإيثار وحب تقول لي أنت قبل شوي خطاب الكراهية، هذا يولد حب التسامح وحب الإيثار وتقديم الآخر على النفس مثل هذا النص. كيف يرفع دكتور؟ كيف يرفع معنا هذا النص؟ متفق معنا. إذن هذه المشكلة، إذن إحنا ليس المشكلة في النصوص التي بقيت، المشكلة في النصوص التي نزعت وسحبت وتم تنقيبها. حذف عبارة عن ابن بطوطة أنه كان يحفظ القرآن، ليش؟ كأنه سبة، كأنه حفظ القرآن لهؤلاء العلماء السابقين كأنه سبة، علما بأنه يحفظون القرآن من أجل رصيد الكلمات التي يعمق اللغة عند العالم الآخر. حتى غير المسلمين يتعلمون القرآن حتى يتعلموا اللغة. أقول لك احذف ابن بطوطة كله بس حط العز بن عبد السلام. نعم. يعني ابن بطوطة احنا مبدع في الجغرافيا بس حياته الشخصية زي ابن خلدون. بالضبط. عالم بس انتهازي. بالضبط. حط العز بن عبد السلام. العبد السلام سلطان العلماء. حط ابن القف الكركي إذا بدك تقول العالم من الكرك. عالم نعم. حط لي يا سيدي حسن كامل الصباح من الأربد اللي أسس مدرسة مهمة في حياته. يعني له عمق تاريخي وعمق وطني. تفضل. إذن. أي تفضل. أعطيني أمثلة كمان. صلي ماذا يعني يا خالد؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكتوب خطأ من هذا. مكتوب أصلا كائن خطأ. طيب ليش يستبدل خالد؟ شو مال خالد؟ شو مال بيصير يا مراد؟ يعني مراد مثل خالد؟ خالد حتى هذا ذلك الرمز التاريخي الذي في ذهن المسلمين حتى ينجلي هذا. صلي على رسول الله. شو فيها عبارة صلي على؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. صلي على رسول الله يا دكتور. اللهم صل على اللهم صلي على سيدنا محمد ما دام الحق الذكر على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد ما دام. اعطيني امثله كمان اذا سمحت. اشكرك على هذا والله. اعطينا امثله سيدي بكفي. اعطينا يعني اذا المحصول حبينا نكون في مستوى القضيه، في مستوى الجهد، في مستوى العمل. خلينا نروح على فاصل ونستقبل. احنا حبينا دكتور نورد الامثله حتى نكون في رؤيه مع الحق ومع العدل ومع العقل. صدق. نعود الى فاصل وابقوا معنا. We'll be right back.
بقول معكم أعزائي المشاهدين في متابعة هذه الحلقة حول موضوع المناهج والتعديلات أو التطوير أو إقرار طبعات جديدة. إحنا محتارين شو نسميها؟ إحنا بنسميها تشوهات. طيب هذه وجهة نظركم. التشوهات هي وقعت على الدكتور. شو بسميها دكتور؟ تحسينات 2016. تحسينات 2016. لأنه صار تؤمن إذا تحسينات أنت تؤمن إذا بنزع هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الإشارة؟ لا يا أخي. إحنا نعتبر هذا النزع هذه الآيات. هاي وجهة نظرنا. هذه الإشارة. على الهواء طبعاً. نعتبرها إذا إحنا هذه التشوهات. إذا نشوف. وتشويهات ولا تصلح. احنا بدينا بحديث كويس وما شاء الله وكان الحوار منطقي وما فيهوش اتهاميات. انا بقول المناهج الذي اريدها بعدكم ما سألتوني عنها وبتمنى تسألني ماذا تريد من طيب. المناهج لكن التغييرات اللي صارت هلأ عالجت الاختلالات الآتية. اول اختلال عالجت التعايش بين مكونات الشعب الأردني. لأول مرة بتشوف اسم الشركسي الدرزي المسيحي موجود بالمنهج. ما في مشكلة عندكم مشكلة بهذا؟ لا أكيد لا. التعايش موجود من أول. يعني هذا الكلام هو مع احترامي وتقديري للدكتور هذا كلام مغلوط. التعايش إحنا طول عمرنا وإحنا جميع الفئات الموجودة في الأردن المسيحيين والشيشان والشركس وكلهم إحنا وياهم ما حصل في يوم من الأيام أي شيء مبني على شيء طالع. كان يقال علي يذهب إلى الصلاة يوم الجمعة في المسجد بس لا يقال أن مثلا سامي يذهب إلى الصلاة بالكنيسة يوم الأحد. يعني هذا كان يطلب لماذا لا يوضع؟ يعني ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة بس لا تنسى أنه هذا الشعب هذا أغلبيته 97% الشركسي والشيشاني مسلم احنا مش مسيحي. هلا مشكلتي انا بناقش حاجه بهتين جبهه الاعلامي وجبهه نقابه المعلمين. تفضل دكتور. يعني اللي حصل انه بقول لي بالمجتمع في تسامح. انا بحكيش عن المجتمع هلا انا بحكي عن المناهج. صحيح. انه ما كان في المسيحي يصلي في الكنيسه صار المسيحي يصلي في الكنيسه ما في وهم ما عندهم مشكله بهذا. بعدين كان التعايش والمعركه مش معركه مسيح مسلم لا لا ان يكون هذا لا لا هذا أبدا. كلام ما ابدا انا مسلم وانت مسلم بالتربيه الوطنيه الصف السادس كان درس اسمه العش المشترك حاطين صوره مسجد الملك عبد الله ورا جبل الحسين والكنيسه جنبه 20 متر في التعديلات الجديده حطوا صوره المسجد وصوره الكنيسه والعش المشترك هذه كانت تستخدم الصوره دائما بطاقات الدولة مش هون مشكلتنا احنا لا هاي الكنيسة هاي احنا كمسلمين نؤمن بالكنيسة وحرمتها وعدم الاعتداء عليها وليس والصلاة نحن كمسلمين الصلاة فيها تجوز بدي وهي صحيحة بدي تعطيني فرصة خذ فرصة انا يعني مش مضطر احكي عما حذف مضطر ادافع عما بقي ما بقي مش ادافع يعني اعرض ما بقي رأيك. مش دفاعا يعني. رأيك اثنين الهوية الأردنية في 2015 لم يكن أي كلام واضح عن الهوية الأردنية في 2016 صار عندك شعراء أردنيين وكتاب أردنيين ونصوص أردنية هائلة عرار دخل المنهج زيودي دخل المنهج أديب عباسي دخل المنهج حيدر محمود من زمان دخل المنهج بس صار عندك تعرف طلابك بشخصيات أردنية مرموقة وصار عندك نصوص عن اللغة العربية عن الجيش العربي الأردني وبطولات الجيش الأردني فصار عندك نصوص أردنية بسميها في أردن واضحة جدا بكتب 2016 كويس الله يعطيهم العافية هذه يعني ما بقدر أقول مش كويس ثلاثة في تعريب واضح يعني الوحدة العربية والعراقي والشامي والأردني نفس الإشي بقصيدة عراق معنا خمس دقائق تفضل إذن صار في عندي ترى أنا أتحفظ على الكلام هوية طيب. عربية صار عندي فلسطين محترمة بالمناهج صار عندي المرأة محترمة في المناهج لكن ليس هذا ما أريده من المنهج ما الذي تريد ما أريد مناهج حوار لا مناهج تلقين مناهج نقد وشك لا قبول واستسلام مناهج تفكير لا تسليم مناهج معرفة وليست مناهج معلومات مناهج نقاش وليست مناهج حقائق بدي فكر وفلسفة وفن وجمال طيب. يا أخي ما عندنا مانع طيب يحطوا نص دكتور. ما عندنا مانع يحطوا نص عن العقل عند ابن رشد ما عندنا مانع يحطوا نص عند الغزالي القضية مش هيك أنا بدي في كل نص يكتبوه سؤال تفكيري أو كذا في كل نص مثلا بدل ما يقولوا محمد يلعب بالكرة
بتقول محمد يلعب بالكرة، ما الهوايات التي تعتقد أنه طيب. ممكن يمارسها؟ يعني إذا تطلق فكره بكل التخيل الخيار. يا سيدي، أولا أنا أستغرب يعني من كلام الدكتور أنه الآن أصبحت الهوية الأردنية واضحة، رفع صورة الشماغ الأردني الأحمر اللي هو رمز الأردنيين، هل هذا يعني الآن أصبحت أردنة أكثر؟ رفع قصة الشهيد فراس العجلوني هو أردنة أكثر ودور الأردن؟ سمحت لي قديمة لا جدا، قديمة ولا قديمة، هي بدأت من قديم، من 2004 بدأ عملية التغيير وعملية نزع الآيات، لكن ذلك الفريق الذي بدأ ينزع هو المرة هذه هجم هجوم مرة واحدة فانكشف الطابق، ولا هو أصلا المخططين قالوا شوي شوي اسحبوها من الآيات، اسحبوا من الأحاديث، اسحبوا من هذه الرموز. شهيد فراس العجلوني، شهدائنا في فلسطين، هل هذا هو الآن أصبحت أردنة وذهب الدور الأردني السابق؟ أصلاً الدور الأردني كان موجود، والآن أصبح هناك تميع للدور الأردني، وأصبح هناك دور آخر طيب. دور الشهداء، دور الأبطال، دور في الباب الواد، دور اللطرون، دور فراس العجلوني، مفلح كايد العبيدات، أول شهيد على أرض فلسطين، هذا كايد مفلح العبيدات، هذا الآن هذا اللي قاعد يذهب. القضية الفلسطينية تقول لي أنت ما في تطبيع، في تطبيع. المجازر الصهيونية أصبحت تسمى الممارسات الإسرائيلية، هذا نوع من التطبيع الجديد اللي حصل في مثل هذه المناهج. صحيح. كمان كتاب الثقافة العامة الذي تشير إليه مثل هذا الكلام. بالمناسبة لا، أنا ما قاطعتك، الله يرحمه والديك، خلينا نكمل. لا أؤيد إطلاقا تعريف المجازر، العروب، العروبة، ولا يؤيد، لا يؤيد موضوع المجازر، لا تؤيد طبعا. هذا يعني يبقى، يجب أن تبقى مجازر، مجازر طبعا، وليست ممارسات كما هو مربوط. أقل ما يمكن أن يقال، أقل ما يمكن أن تسمى مجازر. عروبة فلسطين يعني طول عمرنا، ونحن كان في كتاب عندنا القضية الفلسطينية درسنا، الآن أصبحت إلا كتاب درس واحد قضية فلسطين في التاريخ، وتقول لي هذا يتحدث عن عروبة فلسطين؟ لا يتحدث عن فلسطين. وصورة فلسطين الآن ليست بالصورة يعني حتى إذا عرضت ليست كما عرض سابقا. مناهج التفكير اللي تفضل فيها والعقل والحصر الذهني إحنا معاه، إحنا هذا أصلا إحنا كنا طبعا. وإحنا كنا نضعه، يجب يكون هناك سؤال عصر ذهني، يجب تفكير ناقد، يفكر تفكير حر، لكن ليس الذي حصل هو بالشيء الذي أنت تتكلم عنه. استعجلوا دكتور؟ هم ما استعجلوا، هناك امتدت يد غير خبراء، غير مؤلفين، هناك موظفين، ناس إداريين، ناس ذو خلفية عدائية تجاه المناهج الأردنية. طيب. نزعت هذه الآيات وهذه طيب. يعني الدكتور يعني يسعدني أنه يتبرأ من يسعدني أن الدكتور يتبرأ من هذه الأيادي التي امتدت على هذه التعديلات. أنا قاعد أنصفك، أنا قاعد أنصفك، أنا عربي، الوقت عربي أردني يرفض التطبيع بكل أشكال. أنا أحيي فيك، هذا ضد التطبيع. هلا عندك مشكلة يجيبونا بدل ابن بطوطة؟ ما بدي، أنا ما عندي مشكلة في ابن بطوطة، يجيبونا ابن قف الكركي، يجيبونا العز بن السلام وهو أردني من أم قيس. يا أخي عائشة الباعونية، عائشة الباعونية أفرد لها السخاوي في الضوء اللامع في أهل القرن التاسع عشر، في أهل القرن التاسع في كتابه الأخير جزء كامل تقريبا ترجمة لعائشة الباعوني، رحالة ومعلمة وشيخة، درست في الأزهر ودرست في المدينة المنورة. حطونا عائشة الباعوني، حطونا دكتور البطوطة، المغاربة يحطوا على البطوطة. احنا مش هذا مشكلتنا، مشكلتنا الآن اللي حصل هو تتبع للآيات والأحاديث النبوية والرموز والإشارات، وخاصة منهاج اللغة العربية. احنا تتبعنا تتبع فقط وسحبها ونسخها طيب. ونزعها ولا الآن لا نعرف. كلمة أخيرة، نحن في نقابة المعلمين وجميع الشرفاء والأحرار والناس المنادين بالحفاظ على هوية الأردنية وعلى نسيج الاجتماع الأردني، ونعلم أن نحن الأردنيين من أكثر المجتمعات انسجاما واتفاقا، لا يوجد طائفية، لا يوجد عنصرية، لا يوجد جهوية، عندك لا يوجد مشكلة. عندك مشكلة. أنا ما عندي مشكلة. أسألك سؤال. عندك مشكلة يحطوا نص عن ثابت بن قرة كأحد الأطباء من أصول مسيحية في الحضارة العربية الإسلامية، أو عن حران كمركز ومراكز الترجمة الحضارية؟ أنا ثابت من القرة عامل له حلوحة وحاطه عندي في مكتبة المدرسة. أو عن حاتم الطائي كرجل كريم من كرام العرب وهو مسيحي. عن السماوال، إحنا نتحدث عن السماوال وهو شاعر يهودي، ما عندي مشكلة في هذا الأمر. عندنا إحنا يجب العودة عن هذه التعديلات، هذه التعديلات وهذا الشيء، والوزير يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية. كلمة أخيرة دكتور. أنا أحزن فعلا لحرق الكتب
اللي مليئة بالآيات القرآنية الكريمة. النقابة بريئة من حرق الكتب سواء عظيم. والمعلمين بريئين، هي تصرفات فردية من طلاب، والإنسان عندما يغضب يستطيع أن يمزع وعي، يغضب يمزع وعي مع الشعر، لا يمثلوك لا, لا يمثلونه. من يحرق الكتب لا يمثل نقابة المعلمين، ونرجو أن لا تكون هذه شماعة الآن يبدأ الاتجاه الآخر بالحديث فيها وتسويق. حاضر يا سيدي، سواء كانت الآيات كثيرة ولا قليلة، نفس الجريمة، حرق كتب مدرسية دفع المواطن الأردني ثمنها من الضرائب اللي يدفعها للدولة، مرفوضة قطعا. اثنين، انه مجلس التربية يضم قاضي القضاء ويضم وزير الأوقاف السابق ويضم نقيب المعلمين ويضم نخبة من الناس اللي ما عرف عن اي واحد منهم انه قطع طريق، كلهم شخصيات عادية عادية، لا ذوات ولا إشي، عادية مثلهم مثل خلق الله. لا أعتقد أن من بينهم من يقبل التطبيع، ولا يعتقد أنه من بينهم من يقبل التخلي أو الابتعاد وحذف الآيات. لكن في موازنة، بدك تغير الكتب، قد تتطلب عملية التغيير، وبقولها بوضوح، ليس دفاعا عن حدا. طيب. قد تتطلب تعديلات وتبديلات. شكرا. شكرا لك دكتور محايد، يعني دكتور ذوقان عبيدات، شكرا لك. انا اسمحوا لي اني اشكركم لوجودكم معي، اشكر ايضا مشاهدي الكرام، اسمحوا لي اني اودعهم لاني سانتقل في اجازه علميه خارج البلد لمده عام، اعود بعدها ان شاء الله للتواصل معكم على فترات خلال هذه الاجازه. واشكر بالخصوص اداره قناه رؤيا ممثله بالمهندس فارس الصايغ والاستاذ ميشيل الصايغ وفريق البرنامج في الاعداد، هذا الفريق العريض الذي كان معي، وأشكر كل من اختلفوا معي على أسلوبي في إدارة الحوار، ومن كانوا يبعثوا لي رسائل للتقويم والتعديل والتصويب، فالتعديل مطلوب والتصويب موجود، وأشكر وأتمنى التوفيق للزميل محمد الخالدي في إدارة هذا البرنامج. حجايا قلنا أنه يمثل صوت العقل، حتى تعرفوا أنه تعرفوا أنك أعلنت براءتك من هذه التعديلات. دكتور إحنا نشكرك على أنكم أعلوتم صوت العقل اليوم، ونتمنى أن هذه مسألة المناهج، لدينا قضايا، لدينا قضايا في التربية. دكتور أرجوك، لدينا قضايا أكبر في التربية، البيئة المدرسية والتعليم وكرامة المعلم ومهنة التعليم. شكرا لكم، وكرامة المعلمين أهم من هذا الجدل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، هذه تحية والسلام عليكم.